افريقيا ماما افريكا سي ان نوفو سينجل مع لا ليجوند دو ريغي تريفي فيليكس. الاغنيه كانت واجده هذه تقريبا واحد 5 سنين باش كانت واجده ودرنا يعني فاش كنت لقيت مع تريفي فيليكس لقيته في الصويره دونك قدمت له الفكره وسمعت له لا شانسون عجباتو من بعد هو كتب لي كوبلي ديالو اون انغلي وكانت الفكره على الوحده الافريقيه وعلى القاره الافريقيه كاين هي اللي غادي نعاود جو في روندر اوماج للاخوان بوشناق وكان عاود كان واحد عندي واحد العمل مع دي جي حميده ان شاء الله مشيت باسكو هذا اختيار وبالنسبه للميدان الفني كما كنعرفوا المغرب ما مقننش في الميدان الفني يعني فانا بالنسبه ليا كانت ديك الوقيته مهمه في حياتي الفنيه انني نمشي لديار المهجر باش تكون عندي واحد التجربه يعني احترافيه اكثر من اللي كنت هنايا في المغرب ودازت لي التجربه ديال تلاقيت مع بزاف ديال الناس عرفت شنو هو حقي كفنان عرفت لي ناقص في بلادي وسي داكشي اللي كاين في ديال المهجر فمي كتجي للبلاد كتعرف اوتوماتيكمون تعرف المسائل اللي ناقصه هنايا في الميدان الفني بيان سور راضي عليه لنا وكان يمكن ما نكونش راضي عليه لو كان الجمهور ما نفاعلش مع الاعمال ديال حميد بوشناق وسي لان كنظن بلي الجمهور لقى في العمل ديال حميد القديمه فيه واحد الصبغه ديال مع خوتو ديما كان هاد التجربه اللي لحد الان راه معايا فهمتي كندير شي حاجه كنديرها بواحد حب هاد المجموعه وحب الاخوان ديالي ديما كنفكر هكا باش نجيب ديك لاتوش بوشناق علاش لا ها تقدر تكون نقدر مانيش عارف انا مازال ما سمعت عاد ولدي واش مازال ما سمعت ولدي لافوا ديالو يعني نيشان يمكن يكون هو عنده لافوا زوينه ولا تقدر تبان لي ندير معاه ديو ولا شي حاجه ولا نجمع البوشناق جونيور المهم ان شاء الله كل شيء توت بوسيبل هي ماشي مستحيل باش تكون يعني فرقه ديال الاخوان تقدر تكون يعني كان عائلات اللي عندهم حتى هما موهبه ويقدروا يديروا فرقه موسيقيه ولكن بالنسبه لديك الوقيته لهنايا عادي الموسيقى خصهم يتعاملوا معها ديفيرامون ماشي بحال هذه الحالات الموسيقى حتى ولات تكونسوما ماشي بحال هذه الحالات شحال كنا نمشيو نشريو السي دي شو الكاسيت دابا سي الانترنت اللي لحق عليك في الانترنت راه لحق اللي ما لحقش عليك راه كانوا هي في الحقيقه ماشي موجه جديده هي موجه وصافي فهمتي موجه اللي هيجت الناس اللي هبطت لنا الثقافه الموسيقيه بيان كوم يلفو فهمتي ولينا نسمعوا بحال راه في الماكله وكناكلوا ديما البطاطا راه طلعنا في الراس حركين على الموسيقى الفن اللي شاسع يعني خص انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها ان ما تضيموهاش على الجمهور المغربي لان الجمهور المغربي واحد الجمهور دواق وراه غادي يجي واحد الوقيته اللي غادي يطلع له الدم لان كيسمع الشرقي كيسمع الخليجي يسمع الاوكسيدونتال يسمع تقريبا بزاف لي ميوزيك اللي كيسمع لا ميوزيك تورك بصح ملي كتجي في الموسيقى المغربيه كنلقاوها ملبسه سروال قندريسي والفوق لابسه طقم يعني نص مغربي ونص خليجي اون با بوزوان حنا ما عندنا ما نديرو باغنيه اللي ما عندنا ما نديرو باغاني انا كنقول كاع الا كانت ديك الموجه ديال الاغنيه المغربيه الخليجيه يكون واحد ولا زوج ماشي كلشي لان كلشي راه بحال راه سي دو سويسيد ارتستيك التواصل عادي يعني ماشي ديما ولكن كنسول عليها وكان حتى هي كتسول عليا من باب الاحترام ومن باب انها بحال الوالده فهمتي دونك نتمنى ان شاء الله يكون شي عمل علاش لا الا كانت هي زعما واجده وكانت اون فورم ما كان حتى مشكل انا او كونترير
يمكن حتى الجمهور غادي ترشق له. ولكن كان واحد العمل ان شاء الله مع مالك، مع مالك ان شاء الله غادي نرجعوا شي حاجه جديده ان شاء الله. ايوا يمكن قريبا هاد العام ان شاء الله غادي تشوفني في التلفزيون، غادي تشوفوا حامد في واحد الوجه واحد اخر ديال التمثيل. كان واحد ما غاديش نقولها لان مازال سي با اونكور كونفيرمي، ولكن غير نقول باللي يعني حامد السينما عمرها ولا ديما كان عندي السينما كفن، يعني كنقدر ندخل له بواحد لافاسون اللي انا يكونوا موجهيني بعض الحرفيين في السينما، ونقدر نسمع وندير داكشي ماشي مشكل.